عفارم عليك يا حضرة المأمور، عفارم عليك والله. طلعت سعادة وكيل الحكمدرية. ضحكت. انت عارفني، لا انت تهمني ولا انا طبعا في مناصب. الغلبان ده ما يهمكش. اوعى تكون فاكر ان انا صدقت اللي انت قلته لكتر. فهمتها ان هي السبب، ها؟ غسلت ايدك من ذنبه زي ما غسلتها من خيانتك لورابي. انت عارف مين الخيانة؟ ما انكرتش لاني هو بقى. افتريت عليا في التحية يا طلعت. كذبت وانت عينك في عيني. كذبت عليهم ان انت كذبت على نفسك. خذلتني. وانت خذلت الصور. لا لا لا، انتوا حاصرتوني عشان اشهد شهادة زور. انما في اسكندرية كنت بضحي بحياتي، اواجه الموت تحت النار وشظايا القنابل. وخفت منه قدام حجر كان بينك وبين الولد خطوة خطوة. وقفت اتسمرت، سبت الشاويش الغلبان يسبقك للموت. سنين بتوهم نفسك والناس اللي حواليك ببطولة زايفة، ماضي كتاب رسمته بإيدك. كان في إيدك تقول الحقيقة، كان في إيدك تسيب الخدمة وعار المحاكمات العسكرية وعيش منين؟ والكتبة قول إنك عايز تعيش. أموت في ده البلد لكن أموت من الجوع أو أتعدم في بلد مخنوقة بقبضة الخونة اللي زيك وزي خنفس. أنت خاين يا محمود، أنت خنت، أنت بتخدم الخونة، أنت بتبوس بيد الإنجليز. أنا ما خنتش، أنا خفت من خبتك. لا عرفت تبقى زيي ولا عرفت تبقى بطل. قتلت صاحبي. عجبتك لعبة للطاقة، داريت وراها خيانتك ونسيتها. أنا ما خنتش. أمال إيه اللي قلته في الكمسي؟ ردك على السؤال كان ايه؟ مش عايز اسمعك. كيف ترى احمد عرابي وثورته؟ وثورة؟ أم وطن ايه؟ كيف ترى الثورة؟ هوجة؟ أم ثورة عالمية؟ مش عايز اسمعك. ليس وثورة، ده الأسود. أنا مش خايف. مش ده كلامك يا محمود؟ مش عايز اسمعك. أمال ايه اللي قلته في الكوميسيون ده؟ مش عايز اسمعك، مش عايز اسمعك. أمال ايه اللي قلته في الكوميسيون ده؟ مش عايز اسمعك. حازم يا ابني اتسعيني جنب ولادي. تواب تواب تواب. قول يا را هدو التاني. دم صباح فاسد، لابد من بيت رسعتك. درويش مرزوق. تعرف تعمل العملية؟ لا حسب أولاد. يقدر يستحمل لحد ما نجيب حكيم من مصر؟ يبقى هنقله فورا، مش هستنى في روحة ليلة. الصحراء هتقضي عليك. كل يا رب. روحة هتقتله. يجوز هنا نلاقي حل تاني، انما لو بعتناه بجرح زي ده معلوم بنبعته لموت سعادتك. قول لي حل. حاسب بالكولر ابني ولادي. ماشي ولادي حاسب ولادي 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 ادفنوني جنب ولادي. ادفنوني جنب ولادي. ادفنوني جنب ولادي.
ابراهيم. جرى له ايه؟ لو لقينا اللي يبتر له رجله هيعيش عاجز طول عمره، وفي الحالتين وانا السبب. لا مش انت السبب ولا انا سبب. في حاجة بتحصل من غير سبب، في حاجة بتحصل عشان لازم تحصل. حاجات بتحصل عشان لازم تحصل. مفيش مخلوق وسام في اللي حصل. انت ليه بتعذب روحك؟ عشان كان مفروض اكون مكانه. تقضى وقدر وسام اي مخلوق. ليه مصمم تجلد روحك؟ ليه عاوز تعذب نفسك؟ عشان كان مفروض اكون مكانه. ربنا بيحبك. انا؟ بيحبني اكتر ويكره ابراهيم؟ ربنا مش بيكره، كره ده بتاع بشر. ليه مش عاوز تحب محمود؟ بقى مرت ايه؟ عملت ايه في حياتي استاهل؟ عملت كتير، شاركت في ثورة. النبي تسكتي ولا انت فاهمة حاجة؟ اللي انا اعرفه انا كفيل يخليني احبك. من يوم ما عرفتك وانا بسأل نفسي السؤال ده، ايه فيا خلاك تحبيني؟ ده انا مش طايق روحي. اقولك انا مش انا وانت شبه بعض بالملي. انا وانت نبيع اهلنا بلادنا عشان نعيش. بس انا بحب عيا. مين قال ان انا بحب الموت؟ انا مش بكره نفسي. انا بكره نفسي عشان حبيتها اكتر من اي حاجة في الدنيا. افهمي بقى، افهمي. انا وانت زي بعض بالظبط، انا نيتنا واحدة. طب وليه ما تقولش اننا كنا تايهين؟ عايزين بلد ولعل لحد ما بينا بعض. شعر، أول ما الحقيقة توجعنا نقلب شعر. مش عايزين نواجه. مش مهم اللي تقابلنا، المهم ميبقاش سبب في فرانا. أنا قلنا بقى مش لازم سبب. كفاية كلام، كفاية كلام من ورا قلبه. صح كده، كفاية كلام. أحسن كلمة قلتيها في حياتك. كفاية كلام. مشكلة، انت تعبان وشارب. مش لازم. لا لازم. مش لازم. Thank you.
الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. مين اللي شرع عليك بالدود؟ ده يأخر حالته بدل ما يقدمها. صباح الخير جلال المأمور. أهلا وسهلا شيخ صابر. صباح الخير جلال المأمور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لسه محموم؟ لسه جنابي. شكرًا على الزيارة يا شيخ صابر. لا شكر على واجب جنابك. الشاويش إبراهيم عشرة قديمة وغالي علينا. وغلاوته زادت عندنا بعد اللي عمله معانا. يا ريت جنابك تسمح لنا نساعده. يمكن يكون شفاء على إيدينا. هتساعده إزاي؟ عبد التواب ما شرحلكوش حالته؟ من غير ما يشرح لنا احنا لينا عينين، ودي مش اول مره نشوف جرح زي ده. ياما جرحنا كبار وصغار. يعني ممكن يطيب من غير ما نعمل له بتر؟ اللي ربنا رايد له يطيب بيطيب، لو ينفع ممكن انا داوي. انت حكيم؟ الشيخ راشد عنده علم، صحيح مش زي المصاروه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحط شفاء في ايد الشيخ راشد. طيب يا شيخ صابر، هفكر في الموضوع واقول لك. احنا تحت امر جنابك. سلام عليكم. السلام عليكم. اسمح لي جنابك، اهل الواحه مش حكم، ودواهم اللي بيقولوا عليه ماليش اي علم بيه. ما يمكن شفاء يكون على ايديهم. الله اعلم. سبق وقلت سعادتك، الدم صبح فاسد ولابد من بتر الرجل. الدم ممكن يسرح لباقي الجسم ومش بعيد يوصل للقلب، وساعتها تعرف تعمل له عمليه البتر؟ لا جنابك. خلاص خلي غيرك يتصرف، انما دي مسؤوليه كبيره، والناس كلها هتقول ان احنا سلمناه لاهل الواحه عشان يقتلوه. يعني سيبه يموت عشان ما تحملش المسؤوليه؟ يا فندم لو اقسمنا لهم ان الحاله كما يقوس منها مش هيصدقونا. طب انصراف، انصراف. فيونا، وصلني خطابك السابق واعتذر عن التأخير في الرد، ولكن اليوم لم أجد غيرك لأشكو له. أختي الحبيبة، الموت سيكون مصيري إذا استمرت حياتي في هذه الواحة. هبيست محمود وإحساسي بالذنب، وكأن الله يعاقبني عما فعلت بك منذ زمن. فيونا، لم تغيرنا الواحة كما تمنيت. محمود يموت ويرسلني لا هتفي في اليوم الواحد أكثر من مرة. إلى الصديق والمعلم سعدتلو سعيد أفندي، أكتب إليك راجيا من الله أن تكون في أسعد حال، وراضيا عما حولك من أحوال. أخي وصديقي، أكتب إليك واثقا أنك ستمد لي يد المساعدة، وإن كنت لا أطلب مساعدة لشخصي، ولكنها قد تكون أعز على نفسي من ذلك. واغفر لي جرأتي، إذ أن جرأتي سببها ثقتي الكاملة أن طلبي عندك لن يصيبه الخذلان. ببالغ الأسى والحزن أخبرك أن الشاويش إبراهيم
الذي أكرمتني بصحبته في رحلتي الصعبة قد أصيب إصابة بالغة نالت منه وأقعدته، وبالطبع لن نستطيع علاجه على الوجه الأكمل الذي يمكنه من عبور هذه المحنة التي أعيشها معه كل لحظة وأعتبرها محنة شخصية لي. أنت تعلم أن الواحة لا تمتلك مشفى ولا أي إمكانات طبية، لهذا أستغيث بكم لنقله إلى القاهرة في أسرع وقت كي يتم علاجه بما يستحق. أنت تعلم أكثر مني أن الرجل خدم في الجيش طوال حياته. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وأثابكم دائما بعمل الخير. أخوكم المخلص دائما محمود عبد الظاهر. لا، لم نعد كما كنا، وهو أيضا لم أشعر فيما يفعل أن هناك ذرة من الرغبة الحقيقية أو الاستمتاع بالعشق. كل ما كان يريده هو أن يطمئن على ذكورته، وحين اطمأن عاد يتجنبني فغمرتني الراحة. شكرته في أعماقي، ما كنت أحسب للحظة أني سأسعد بابتعاده عني، لكن هذا ما فعلته بنا الواحة. شوش ابراهيم معاه بره ايه؟ الشيخ راشد معاه جوه، بس ساعات ما فهم ما حضرش كلام ساعتك، غنوا بيعوض كل اللي فاتوا. طب عادي روح انت. لا ده احنا بقينا عظمة اهو. ازيك يا شيخ راشد؟ الحمد لله يا جناب. والله انا خجلان من سعادتك قوي. سمعت ان جنابك ما نمتش طول ما انا راقد. دول هوالين. قوم انت بس وانا مش هرحمك بالشغل. مهما قلت ولا عد مش هعرف اشكرك ازاي. الحمد لله على سعادتك. طمني يا شيخ راشد. خير باذن الله. بس انا كنت عايز جنابك في كلمتين. اتفضل. خير يا شيخ راشد. يجوز تكون الحمى زالت، لكن الجرح لسه جذور مطابط، وطول ما الورم ده موجود يبقى موعد شفاء غير معلوم. يعني ممكن يرجع يرق تاني؟ مش بعيد، كله بأمر الله. والعمل؟ العمل بإيد ربنا، وأنا إيدي قصيرة، واللي في وسعي أنا عملته. يعني مفيش رجا من شفاء؟ ما تفقدش إيمانك بالله. أنت اللي بتقول مفيش طريقة تانية؟ في طريقة تانية، إنما مش عندي. جرح شاويش إبراهيم ضارب للعظم، والطريقة الوحيدة لعلاجه هي الكي. وأنت ما تعرفش تاكل؟ الكي له أسرار، وقليل من الناس اللي مطلع عليها وعارفها. خضير أفضلهم. خلاص نجيبه فورا. خضير ده بدوي، لا نعرف له طريق ولا سكن، سكته صعبة وأجره كبير قوي. أجره مش مهم يا شيخ راشد. أطلع معاكو قوة أدور عليه، أطلع أنا معاكو بنفسي، نقلب الصحراء شرقها لغربها لحد ما نلاقيه. شاويش إبراهيم لازم يقف على رجله. هبلغ الشيخ صابر، هو الوحيد اللي يعرف يجيبه في الحال. من فضلك تبلغه. أمر جنابك. رد عليا يا واما شيخ راشد.
تمام سعادتك. عمرك سمعت عن حد تعالج بالكي هنا؟ حضرتك انا سمعت عنه كتير بس ما شفتوش قبل كده. تمام يا فندم. الشيخ صابر في انتظار سعادتك. خليه يتفضل. اتفضل يا عم الشيخ. اهلا يا شيخ صابر. السلام عليكم جناب المأمور. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وين المصاب؟ اتفضل يا شيخ خضير. متأكد إن الراجل ده فاهم شغله؟ الشيخ خضير مفيش أحسن منه، وإن شاء الله ربنا هيجيب الشفاء للشاويش إبراهيم على إيديه. بدي نار. حد توابل. نار. بقيت كويس. أنا ممكن أقوم أقف على رجلي. ما تخافش يا إبراهيم. ما تخافش. ممكن أقوم أقف على رجلي والله. شيخ راشد، ما تشوف رجله تاني يمكن طابت. خضير أعلم مني يا جناب المأمور، وما دام شافه أمر يبقى لازم يطاع في الحال. كتفوه. جرجس. تمام يا فندم. هتناسب معاك يا فندم. ليه كتفوني؟ هات. أنا والله ما هتقطع من مكاني. معلش يا اتحرك يا جناب المأمور. معلش عشان تخف. والله ما هتحرك. أنا آسف. والله ما هتحرك يا جناب المأمور. أنا آسف يا إبراهيم. كما الصغار. ايش تيجي النهاردة في جهنم؟ شكرين يا شيخ صابر، شكرين يا شيخ راشد. شيخ خضير هنشوفك تاني امتى؟ برحل ما برجع. يعني هتفوتوا كده وتمشي؟ شيخ راشد يعرف ايش يسوي بعد. ما انتش ماشي من هنا غير لما اعرف ابراهيم هيقف على رجليه امتى. واحد الله يا جناب المأمور، كله باذن الله. كل يومين ويوم يمشي على رجليه، بس هيعيش طول عمره أعرج. خير يا شيخ راشد. بعد اذن جنابك هبات الليله دي مع الشاويش ابراهيم عشان اطمن عليه، والصبح غير له عجر. كتر الف خيرك. اتفضل. هو انا سالت جنابك في اي اجر؟ ده حقك، بقالك اكتر من اسبوعين ما فوتش الشاويش. ولو سنه ما تسويش لحظه امل فيها نظري من ابن محمود اللي انتوا نجدتوه من الموت. محمود ابنك؟ ما قلتش ليه من الاول؟ كنت حابب قلبي في الاول يطمن على الشاويش ابراهيم، والحمد لله كلها يومين وقوم على رجليه بالسلام. يا شيخ راشد مهما قلت مش هوفيك حقك. متشكر. لا شكر على واجب. بعد إذن جنابك.
اعمل لي شاي يا ابني وخليهم يجيبوه لي هنا. عامل ايه سعادتك؟